علموا الناس الكل انه ياخذ مسؤول من هنا فصاعدا ياخذ مسؤوليه، ياخذها عنده اهداف محدده سيحاسب عليها. خاطر احنا زاد عندنا طبيعه نتاع السياسيين يحتفلوا بالهزيمه ويحتفلوا بالفشل ويستطيعوا، ما نحبش نضيعك نزيد وراك بيجوا منين بيجوا قولوا بعض الضيعه اذا كنت فتولي معناها الناس تعمل بالاساس على موضوع معناها الاهداف. هذا فكرتين ضاف لي الفكره الثالثه انه يبني الحزب على الجهات، ما عادش يبني مركزيا، جي مركزي هو تولي الجهات مع بعضها. يعني الجهه باعتبار احنا ماشيين الى مركزيه يلزم زاد العمل السياسي حاضر نفسه الى مركزيه. حاليا توا العمل الحزبي وعمل مركزي. تعمل قيادات في تونس وبعد تمشي الجهه، لا احنا نحبوا الجهه تبنى واللي يكونوا موجودين في الحركه اللي هي فعلا حركه مش حزب، لكن الحزب طبعا هو شكل قانوني مش يتعمل في الفتره. حركه تبنى على اساس العمل الجهه نفسها على قياس قيادات الجهه الطبيعيه، مش حتى قيادات الجهه احنا باش نجيبوهم. لذلك معناها هي دعوه لكل القيادات الطبيعيه نتاع اي جهه اللي هما معروفين قيادات قديمه في الجهه واجتماعيه واقتصاديه وحتى سياسيه، الناس هذوما يلتفوا حول جهاتهم وحول مطالب جهاتهم من خلال التفاف على الهياكل اللي مش تكون بالحركه هذه وقيادتها. على خاطر توا يلزم المساله الجهويه، واحنا من الاشياء اللي باش نبنيو عليهم احنا التوجه نتاعنا الجديد ان شاء الله هذا هي مساله الجهات. الجهات تيجي تولي جزء من الحل مش من المشكل. وقلب الديناميك نيجاتيف هذيك الديناميكيه السلبيه نتاع التنافس بين الجهات الى ديناميكيه ايجابيه. الجهه تولي فيها هي تتحكم في مقدوراتها الجهويه وتولي تخدم على مستوى الجهات. هذاك علاش نحن المساله الديمقراطيه ما نحبوش نحطوها كلام برك. لذلك القاعده نتاعنا في الحركه هي الانتخابات، كل شخص ياخذ منصب لابد ان ينتخب. ثانيا انتخاب محدد بمدة زمنية، ثالثا محدد بتفويض في الأهداف، رابعا يقوم على أساس مراقبة الأهداف هذه. لذلك ما تنتظروش أنه الحزب الحركة هذه عنده شخص قيادي أو مجموعة من القياديين باش يتجاوزوا أكثر من مدتين أو ثلاثة مرات انتخابية، إحنا والفترة ما بين مؤتمر ومؤتمر. وهذاك باش يخلي الرولاف تتعمل للشباب. المسألة الأخرى اتفقنا أن إحنا باش نعمل تناصف داخل كل المؤسسات القيادية. وفي الواقع احنا تو محتاجين للتناصف معكوس، لانه كتلة حرة فيها نساء أكثر من رجال. سو كي معناها دوبون بيوت معناها ياسر. لكن في الغالب فهمنا على التناصف والهيكل القيادي وهذا لازم نعملوه. وطبعا ثم الحديث على الشباب ايضا. وقال شيء معناها بالنسبة للشباب قاعدين نحكيو في النسبة الآن الحوارات اللي صايرة تو على مستوى الجهات هي في موضوع الشباب. المشكلة بتاعنا ماهيش بناء حزب. المشكلة نتاعنا كيفاش نعيد اكتشاف السياسة من جديد في هذا البلد اللي عمل ثورة على الحرية ولكن أحزابه قاعدة متخلفة جدا على الموضوع هذا. وطبعا مسألة الشفافية مش تكون ضرورية في عمل العمل نتاعه، والشفافية بتكون موجودة كان بحياة ديمقراطية داخلة. هذه الدائرة الأولى. واحنا اللي نحبوا فيها يكونوا نقولوا هوموجين كثر مسؤول معناها نتاع آخر. ايفيدامون نقولوا لو بارتي سوا هوموجين. Et donc là, l'important, ce n'est pas de faire un autre bricolage politique. Le plus important, c'est qu'il y ait une sorte d'homogénéité entre les personnes et entre les objectifs et les orientations. في نفس التوجه ان احنا معناها ندوا يدينا ليهم باش نحكيو في اي عمل جبهوي ذو طابع انقاذي ذو طابع وطني اللي يخص تونس كامله، بحيث احنا نركزوا توا على قاعدين نعملوا فيه بالنسبه لنا احنا، ولكن زاد منفتحين لحديث في مستوى اخر اللي هو يكون عمل جبهوي.